طب عايزك تقول الو كده، الو لعل صوتك شويه. الو الو، ازيك يا اسامه؟ عامل ايه الاول؟ باين قوي يا كابتن سيد. ازيك يا كابتن اسامه؟ عامل ايه؟ منورنا يا كابتن سيد حبيبي يا اسامه، ربنا يخليك، وكل سنه وانت طيب وبالتوفيق دايما كده ان شاء الله. وانا مش شايف مين معاك بس الولاد كلهم. انا سمعت صوت عمر طبعا. عمر هنا يعني معايا، لعيبه ابراهيم عادل وعمار وليد وحسام عادل وامير علاء وكمان عمر سيد معوض. قول لي يا كابتن سيد، وانت بتروح تتفرج على عمر، اهم ما يميز عمر سيد معوض ايه؟ هو اول حاجه انا متابع الفرقه دي، يعني بتفرج على كل ماتشاتها بره وجوه، وموجود معظم الماتشات. كلهم ولادك طبعا. كلهم؟ لا كلهم حبايبي والله، كلهم زي عمر يعني، كلهم ولاد كويسه، ولاد متربيه ان شاء الله، ربنا يكرمهم ويطلع منهم لعيبه تكمل في الفريق الاول ويكونوا موجودين ويفيدوا النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. ابرز النصائح للكابتن سيد معوض بيقولها دايما لعمر. لا ان هو يعني انا بتعامل مع عمر يعني زي ان انت بتوجه حد يا اسامه، يعني في الملعب، يعني انا كمدرب حتى ما بوجه حد بقول له نفس الكلام اللي بقوله لعمر، يعني العب براحتك، العب بالحاجات اللي يقول لك عليها المدرب، نفذ التعليمات اللي بتطلب منك، حاول يبقى عندك عنصر خاص بيك، وهو ان انت يبقى عندك حاجه تفاجئ بيها الناس، ما يبقاش كله حاجه حفظ بس، يعني ما يبقاش حاجه يعني تعمل حاجه المباراه دي تتحفظ، حد يلعب عليك الماتش الجاي يكون حافظ ادائك، فلازم تبقى مختلف كل مباراه، تبقى عارف انت بتلعب قدام مين، الخصم بتاعك تبقى شايفه كويس وعارفه وعارف نقطه قوته فين، نقطه ضعفه فين عشان اقدر استغلها. فانا يعني وعلى حسب كل مباراه، يعني انت كل مباراه بيبقى ليها مباراه جوه النادي الاهلي غير مباراه بره، مباراه مهمه جدا غير مباراه في بدايه الدوري، فحاجات كلها نصائح عامه يعني. مين الاحرف، عمر سيد معوض ولا الكابتن سيد معوض؟ لا ان شاء الله عمر يكون احرف بكتير كمان ان شاء الله يعني. خلي بالك عمر بيلعب في الحته اللي قدام، ما بيلعبش باك ليفت. انا مش عايز ارجعه الحته اللي ورا، زي ما انا اتعذبت في الحته اللي ورا. لا وخلي بالك حاجه تانية، قدام قدام بتقبض اكتر، ورا بتقبض اقل. انا اتعذبت في الحته اللي ورا يعني، اتهريت في الحته اللي ورا، بدافع بدافع. بمناسبه انك موجود معانا كابتن سيد دلوقتي على التليفون على الهواء على قناه الاهلي، عايز اوريك لقطه مهمه جدا، يا ريت تعرضوا لنا اللقطه دلوقتي يا شباب. دي لقطه يعني تواصل اجيال ما بين النادي الاهلي كلها، دي بنشوف فرق في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وهي بتسجد بتشكر ربنا بعد مكسب مباراه، بنشوف نجوم الفريق الاول ولاعيبه الفريق الاول بعد التتويج ببطوله وبعد مكسب مباراه وهي بتسجد، بنشوف رئيس النادي الاهلي والرمز والقيمه الكابتن محمود الخطيب وهو بيسجد شكرا لله على البطوله وعلى الانجازات. هو ده النادي الاهلي، وهو ده تواصل الاجيال، بدايه من الناشئين مرورا بلاعبي الفريق الاول مرورا بالرمز الاكبر وهو رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. طبعا طبعا، عشان ده حاجه مهمه لما يكون عندك كمان رمز ومثل اعلى، يعني ما يكون حاجه بيكون الكابتن محمود الخطيب او باسم الكابتن محمود الخطيب يعني قدام اللعيبه كلها، يعني بيعلمهم حاجات انت فاهم، ممكن بدون كلام بدون اي حاجه، مجرد موقف زي ده انت فاهم، مثل اعلى الولاد يعني لما يعمل حاجه زي دي اكيد كلهم خلاص. وخلي بالك على اسامه، يعني انا باللي انا شفته جوه النادي السنه دي في مع قطاع الناشئين خاصه، يعني الحاجه المهمه ان انت بتعلم الولاد حاجه، ان انت بتعلم الولاد مبدا كويس، بتعلمهم حاجات ايجابيه بحيث يطلع من عندك لعيب كوره، يعني من ناحيه الثقافيه مهم جدا، من ناحيه التربويه يكون متربي كويس جدا، عنده مبادئ ماشي عليها حتى لو مشي من بره النادي الاهلي، بس يبقى عنده التربيه دي، فدي مهمه جدا. فانا شايف يعني القطاع السنه دي، يعني ما انا شهدت مجروح في ناس كتير في قطاع الناشئين وخاصه خالد بيبو، لانها خالد يعني ايه اللي شفته السنه دي يا كابتن سيد في وجود كابتن خالد بيبو السنه دي؟ لا بامانه القطاع مختلف عشان ما اكذبش عليك. طبعا يعني ما الناس اللي كانت قبل كده ناس اشتغلت بشكل كويس جدا، بس انا شايف السنه دي مختلف،
مختلفه في كل حاجه. انت لما يبقى في تطوير اسامه بيبقى شيء مهم، ده بيبان على العيال او على الاولاد الصغيرين، بيبان على الفرق كلها اللي موجوده في القطاع. فانا شايف ان النظام افضل السنه دي، الاجواء جوه قطاع الناشئين افضل بكتير من قبل كده. تمام يا كابتن سيد، انا بشكرك شكرا جزيلا، بس في النهايه بقول لعمر سيد معوض ما تسمعش كلام الكابتن سيد معوض، وخليك في كلام الكابتن رمضان السيد. شرفتنا ونورتنا يا كابتن سيد حبيبي، ربنا يخليك. ان شاء الله تشوف عمر، يعني عمر لعيب كبير ان شاء الله قريب مع الفريق الاول، هو وكل زمايله الموجودين معانا على الهواء.